سألك يعني الحاجات اه طبعا اه طبعا الأخطاء، انا كل تجربة في الدنيا، مفيش تجربة في الدنيا شريرة، لا طبعا مفيش تجربة في الدنيا طبعا طيبة، طبعا طبعا التجارب بص تحمل الإيجابيات والسلبيات، طبعا وأكيد أنتوا في حاجات إيجابية أنت اكيد لازم ترصدها من وجهة نظرك يعني. اكيد. بص احنا لو جيت بصيت اكتر جهاز اتظلم في منتخب مصر من تاريخ منتخب مصر ما اتعمل لحد وقتنا هذا او حتى اللي جاي، هو هيبقى احنا. ليه؟ اول انتوا حاجه اتظلمتوا؟ اه طبعا ليه؟ اول حاجه احنا اتحطينا في سنتين كلهم كورونا، ده صعب جدا اي حد يشتغل في الجزئيه دي، طيران، اصابات لعيبه، كورونا كتير، حتى في المباريات الوديه، حتى في المباريات الرسميه. احنا فتره من الفترات محمد صلاح مش موجود معانا، محمد صلاح لعب معانا تقريبا ماتشين ثلاثه محمد صلاح مش معاكم غير ماتش او بالظبط ماتشين كده كتير. تقريبا يعني، جزر القمر وكينيا في كينيا وحاجات يعني. النني نفس الشيء، كورونا فتره من الفترات، صليبي تريزيجيه الحمد لله رجع بالسلامه الحمد لله. وربنا وفقه، ف اجهاد لكل اللعيبه اللي موجوده. فانت عندك مشاكل كبيره جدا، انت في اول معسكر ليك قابلت مشكله، سبع ثمان لعيبه من بيراميدز مش موجودين. ايوه خلي بالك ده يعني في حاجات لازم يبقى تحتها 100 خط كده. ما ايه ينفعش منتخب مصر يعني، ما ينفعش مثلا سبع ثمان لعيبه في اول معسكر في بيراميدز ان هم ما يكونوش موجودين، معليش دعوه بالاسباب، اي سبب. منتخب مصر ده المفروض الكل يعملوا تعظيم سلام ويبقى رايح. طبعا مقدس طبعا ماليش دعوه باي بقى ايه. حصلت ازمه وقتها كابتن حسام بدري قال مش هاخد ولا حد من بيراميدز خالص. فانا الجزئيه دي كمان انا ما بحبهاش. منتخب مصر هو ده زي ما انت قلت كده برين مقدس يعني، ما ينفعش اي وكان قرار ظروف. على فكره بالمناسبه، كان قرار الكابتن حسام بدري وقتها كان قرار حاسم، وكان من القرارات يعني المميزه شايفها، اللي هي علت بالظبط من قيمه او حطت القيمه الطبيعيه لمنتخب مصر يعني. بالظبط كده. ف برضه انت كنت بتلعب كل 3 4 ايام ماتش، تلعب بعديها بثلاث ايام ماتش، فلازم كنت بتغير. فلعيب الكوره دايما ما بيحبش دي يعني، يقول لك لا انا مش تعبان، لا انا المدير الفني او الجهاز الفني هو ادرى وعارف في التمرين.